مساء الخير. ايه اللي قلقك؟ ما انا كنت لازم اقلع عمي، انا داخل ساونا. هو انا رايح ساقية الصاوي؟ الله يخرب بيتك، كان قربوا يقتنعوا. اقعد اقعد يا حبيبي، اقعد لما اعرفك على عمام العروسه. اقعد. نشأة الحجار اخويا الصغير بطل العالم في الجله. تسمع عن الجله؟ لا اسمع عن الجله اللي بتلزق الجسم. وبكل فخر اقدم لك نجم العيله اخويا الكبير لطفي الحجار، بطل العالم 12 مرة على التوالي في رفع الأثقال. تشرفنا يا كوتش، تشرفنا. أما ده بقى صبر لطفي الحجار. ابني ربنا خليهولك. ابنك هو حد أنكر؟ ربنا خليهولك. بطل العالم 3 مرات في كمال الأجسام. تسمع كمال الأجسام؟ لا أسمع كمال أبو رايا. عمر مهندس ديكور كبير بيحب نسمة قوي. وتفتكر واحد زيك يقدر يحمي نسمة؟ احميها من ايه بس يا عم؟ هي عليها طار ولا حاجة؟ انا بحذرك يا عمر، اي عوق او البنت تشتكي منك في يوم انت عارف هيتعمل فيك ايه. انا اتعمل فيا خلاص يا عمي، انا اتعمل فيا. طب انا بقول يا جماعة فرصة سعيدة قوي، ويعني انا اتشرفت، ودي دعاوى الفرح قبل ما تدوب في ايدينا كلنا. واستأذننا على فين؟ انت مش مستحمل الصهد ولا ايه؟ الساونا اكتر مكان بيبان فيه قوه التحمل. صبري ايدك يا عريس. يا عم احنا نلعب كيلو باميه ولا ايه؟ عارف مسمينا عيله الحجار ليه؟ ليه؟ عشان قلوبنا انشف من الحجر. I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes. Blow up the fire. Don't be so shy. You're right. You're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're يا باكو. مبروك يا عمر. باكي هتوحشيني يا باكي، هتوحشوني. هو ايه النسمة اللي هتوحشوني؟ وانت هتتجوزي ولا مسافرة ليبيا؟ فرحانة قوي، فرحانة قوي يا عمر ان بابي وافق. انت كده فرحانة؟ اه. امال في عزا ابوكي هتعملي ايه؟ مش عارفة، مش عارفة. الحقيقة عطلت. ايه في ايه؟ في ايه؟ بنتك عماله طاعت الناس هتفتكر ان انا خاطفها مش متجوزها. معلش يا عمر، انت عارف ان الناس حساسه قوي، وبعدين بيني وبينك الموقف انا مش قادره كمان. عمر هو انت مزعلها ولا ايه؟ مزعلها ايه؟ ده كده فرحانه ابعد عنك. بتحبني؟ بحبك، ده انا بموت فيك. وانا كمان. تعرف يا عمر؟ ايه؟ انت اول واحد احس معاه بالامان بعد بابي. ما تريح دماغك الناحيه الثانيه عشان رقبتك ما تتوسعش. ها؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين ده؟ في ايه؟ بقولك ايه، اتعدلي كده واتعاملي عادي، اتعاملي عادي. ايه ده؟ في حاجة يا ابو كباتن؟ انتوا رايحين فين؟ وانت مالك انت يا بغل؟ ايه يا ستي؟ الراجل بيطمن علينا ما غلطش. مين دي يالا؟ بهطل ده ولا ايه؟ ده بيقول لك يالا. الراجل ما يعرفش اسمي، الراجل ما يعرفش اسمي، ما غلطش الراجل. دي مراتي حضرتك، واحنا رايحين نقضي شهر العسل. يا بختك. انت قليل ادب بقى. الله الله الله، ليه كده؟ مشكلتنا يا قطه ان احنا ما بنضربش حريق. ايه، هتضرب رجاله؟ اه. طب نأجل الموضوع يا جدعان لبعد الدخله. اخوك لسه ما دخلش دنيا. يا جدعان الموضوع مش محتاج اربع تنفار. يا جماعه الارصد من كده بكتير، شخطه واحده الموضوع هيتلم. اه. اه يا
اسمع يا رامي يا مشعل. حرام عليكم الرجوله ما بتقولش كده يا ما. جيب العواقب سليمة يا رب. ايوه ده هي. انا مش قلت محدش قرب لها؟ والله يا كابتن مصر ما حد جه جنبها. طيب اختفوا دلوقتي ما اشوفش حد فيكم. الدكتور يا رب خير. خير يا دكتور طمني. واضح ان الحادثه اللي تعرضت لها كانت صعبه جدا. ايوه هي دلوقتي في غيبوبه، ادعوا لها. لا اله الا الله يا رب. هتفوق امتى يا دكتور؟ لا دي حاجة في إيد ربنا، احنا عملنا كل الأشعاعات والتحاليل اللازمة وأول ما تطلع النتائج هنطمنكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا إله إلا الله. أنا مش قلت لك الواد ده تافه ومش هيعرف يحمي بنتنا؟ نبي يا لطفي يا أخويا أنا فيا اللي مكفيني أرجوك كفاية. في إيه؟ الراجل عيان، الزيارة ممنوعة. انا عايزكم تصلوا على النبي كده. البنت بين الحياه والموت، سبتهم يضربوكم معرفتش تحميها يا جبان. ايوه عمي ما هي دي الخطه، انا سبتهم يضربوني علشان يشغلوا فيا فنسمه تهرب بالسلامه. يا سلام، هو انت لسه شفت ضرب؟ على فكره عمي انا ضربت كل انواع الضرب فما افتكرش في اضافه ممكن تضيفوها. يا حبيبي ما تشيلش هم، احنا هنتصرف. صبري بابا ما تنساش تسمي. بسم الله 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 اكبر. يا جماعه انت تتبعوا بعزه والاسم بابي. نسمة فقت. عمي عمي انت حاسبني متعلق زي البولوس كده؟ انا محتاج انزل عشان اطمن على نسمة. حبيبي انت في الوضع ده محتاج باكواي ينزلك. نسمة عمي الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الف حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. ما تقلقيش احنا بلغنا البوليس وان شاء الله هيجيبوا العيال دولت، يعني هيجيبوهم. احنا اللي هنجيب العيال دي وهناخد حقها بايدينا. يا جماعه من فضلكم ما حدش يفكرها باللي حصل. معلش يا دكتور ممكن تقول لنا بس حاله نسمه وصلت لفين؟ نسمه ما عندهاش اي اصابات عضويه بس واضح من الحاله اللي هي فيها ان الحادثه مأثره فيها جامد. نسمه حبيبتي الحمد لله على سلامتك. الحمد لله انك بخير. مين حضرتك؟ انا جوزها دكتور. لا بس بيتي. مالك يا نسمه في ايه؟ الحمد لله على سلامتك. لا ابعدوا عني. اطلع بره لو سمحت دلوقتي. هو ايه اطلع بره ده؟ تطلع بره يعني تغور في ده يا هلا. انا مش همشي لما اطمن على نسمه مراتي. صبري عمو صرف. مش مكسوف من نفسك وانت سقف اللي جرالها؟ لا مش مكسوف ولا بفخلك اركبه. مش همشي يا جماعه، انا هعلي موضوع لعن القيادات. الصوت يالا احنا في مستشفى. يا جماعه لو سمحت الهدوء. طب انا مش فاهمه يا دكتور ايه اللي حصل دلوقتي؟ ليه عملت كده مع جوزها؟ واضح ان في صدمه عصبيه شديده والصدمه دي تقريبا ليها علاقه بجوزها لانها انهارت اول ما شافته. والحل يا دكتور؟ الحل ان نسمة محتاجة دكتور امراض نفسية وعصبية وانا اعرف دكتور كويس. بعد ما جريت يا نسمة ايه اللي حصل بالظبط؟ ركبت العربية وسوقت زي المجنونة. وبعدين نور جامد قوي جه في وشي. مش فاكرة. وانت بتركب العربية عينين يعني وانت بتهربي عمر كان بيعمل ايه ساعتها؟ عمر؟ اللي هو ده. يا دكتور نسمة كويسة ما فيهاش حاجة. هي بس هتروح معايا وان شاء الله كل حاجة تبقى زي الفل. يعني ايه يا عم نسمة تروح معاك؟ نسمة هتخرج من هنا على بيت جوزها. انت تسكت خالص. هدوء هدوء يا سادة عشان نعرف نحل الموضوع. نسمة بنتي انت عايزة تروحي مع بابا ولا مع عمر؟